كيمستري، معايا دبلومة إدارة مستشفيات، تعرفي زي مصدر تحليل يعني مستشفيات، غير بقى الكورسات، كورسات إسعافات أولية، كورسات. ما اتجوزتيش؟ وماما فين وبابا؟ متوفيين. ما بقولك بابا أصلا متغرب عندي، ما يعرفش عني حاجة، برسله بالكاميرات. على فكرة أنا عليا كاميرات متابعة، فاهمة ازاي؟ فهو ما بيحب يشوف فيه كاميرات متابعة، بس بيتابع بيها إذا حب يعني. طب وأنت قاعدة مستحملة الظروف دي إزاي؟ حد في ثقافتك وعلمك وذكائك؟ أعمل إيه؟ ما هو واحد بيهددني. ما عندكيش شقة؟ لا، ما واخدين شقتي، مكرشتش منها. شقتك كانت فين؟ كان في ستانلي. انت من اسكندريه اصلا؟ اه، وليه شقه تانية هو هنا برضك تبع العيله مستولى عليها. طب قولي لي احنا ممكن نساعدك ازاي؟ حضرتك اي اخبار في الميديا تقولها لي، لان مش على فكره هتلاقي تضادات كتير قوي، لان انا بخاف اتلجئ لاي حد يقول لك لا انت ما بتعمليهاش حاجه، لو عملتي حاجه هعمل بصوت. انت نومتك هنا في بتنامي في الحته دي؟ ده سريرك، البطانيه دي افتح لنا النور عشان تنور. يعني انت ده مكانك اللي انت بتنامي فيه؟ وبتاكلي ازاي؟ بتوصي ايه؟ بتوصي بتوزع للناس، بتوزع يعني افتحلي افتحلي الفيديو الضوء عشان الفلاش. يعني انت عايشه هنا على الناس الحاجات اللي بتتوزع في الحسين؟ قبل ما اطلب انا طالبه ايه؟ انا طالبه الانترفول النهارده، كان عندي ميعاد في السفاره الامريكيه. الانترفول انتربوليس خلاص يجي يبقى هنا حكم. انت يجيب لي حقي. طيب وحد من الانترناشونال بانك هيقبضني فلوس واحولها. قولي لي انت ايه اللي وصلك للحاله دي؟ يعني انك ترضي انك ترضي تقعدي هنا؟ ما ارضي حاجه، لان انا حقوقي هنا ما خدتهاش، ما لقيتش فلوس خالص اللي لازم اخدها. ما حدش بيضايقك بالليل؟ انت جميله ومثقفه وما حدش بيعكسك. بصي مش ما حدش يعكسني. انت بتقعدي خايفه؟ انت بتبقي خايفه طبعا، بس مش مبينه ده. انا بقابل تعارف كتير، وطبعا وقفوا عليا. انا اخر مره انا محروقه. مين اللي حرقك؟ مسلط عليا ده بنت تعرف. لقيت نفسي نار وانا نايمه، قعدت اجري وراها، رحت المستشفى وعملوا تقرير وحاجات. حد بيديكي فلوس وهو ماشي؟ بتشتري بيها حاجات انت عايزاها؟ لا، مش بحاجات اللي انا عايزاها، اكل حاجات الناس. انت شنطتك دي شايله فيها ايه؟ حاجاتك الخاصه، بطاقتك وكارنيهاتك. وسرقت مني كل حاجات بتتسرق. معاكي كارنيهاتك واثبات شخصيه؟ اللي انت وريتيلي الصور والحاجات اللي انت وريتيها لي. الصور مع حضرتك. دي صورك. الله، انت جميله قوي ولسه جميله قوي. كان لا ما كانش، انت لسه زي ما انت، زي القمر. اقدر اساعدك ازاي؟ ما انا قلت حاجه تداري في النت لو في اي اخبار. النهارده كان في محكمه بالنسبه لي، هتقعد انا جايبه لهم فيه احكام. خلاص، اللي تعرفت بالمشاكل دي مش عايزه احكيها كتير لان طيب تمام. لا عايزاك تقراها النت، بس قرات في النهارده المحاكم. لو دخلتي في هات كارت هتعرفي الاخبار دي، كان ماسكها 15 محامي، منهم محامي اسمه اللي هو رئيس محمد خريبه. اوكي، حضرتك بس تقولي بس ميعاد المحكمه الجايه امتى؟ حاضر. دوشه انت توصليها. لو وصلتي في ياهو تاخدي اخبار منى عثمان وجبتي اخباري. طب ايه اللي انا عملته؟ كتر ان شاء الله. بس انا عايزه تقولي لي انت بتقضي يومك ازاي كله؟ الصبح بتعملي ايه والظهر وبالليل؟ انا كنت الاول كنت بعمل رياضه اساسي، كنت يعني بحاول ان انا اعمل اضيع الانفعالات بتاعتي في الرياضه او كده، لكن على طول قراءه قران وبين الجامع وبين كده بس خلاص. بتقضي يومك ما تفكريش بقى؟ مش بفكر ايه اللي حصل. منتظره ايه؟ مرسال. عملتي صحوبيه هنا؟ ما صاحبتيش حد خالص؟ مش وسطك. مش وسطك؟ لا، كله تعارف وكله بالشلق وكل حاجات زي ده. انا ما كنتش انا بشلق زيهم، انا اتعلمت تعرفي الشلق علمني. ازاي؟ ايه الشلق ده؟ نعم؟ ايه معنى كلمه الشلق يعني؟ بتهبي فيه بطريقه مش معقوله. يعني انا النهارده داخله الحمام بتخطف مني الصابونه كده، وهاتي الصابونه ودخلت فيها بتاع كده وبدخله بتزقني. الواي بتاعهم. مفيش حد سأل عليكي من قرايبك ولا حاول يدور عليكي؟ ليه؟ لان اي حد بيساعد بيهدد. اكتر حد مفتقده مين؟ عايزه تقولي لها ايه؟ لا روقي كده، روقي عايزه تقولي لها ايه؟
انت دكتوره، انت دكتوره قد الدنيا يعني، انت دكتوره قد الدنيا وقمر وثقافه ما فيش بعد كده. ايه محتاجاها؟ محتاجه حضنها. يا حبيبتي ربنا يخفف عنك ان شاء الله وتاخدي حقك وترجعي بيتك معززه مكرمه ومحدش يضايقك. ما بتاخديش معاش من حد؟ ما بت... ما كنت باخد معاش من والدي اللي هو مش مربون، بس انا ما بقدرش اروح اسكندريه بيوقفوا لي عربجي. انا النهارده عايزه اروح المحكمه وقفوا لي برده قلبي، ما اقدرش اعلن سمعت. انا اصلا اهلي في السودان هييجوا يعني، اتصلت بيهم هييجوا. ايه اخر حاجه تفتكريها، اخر حاجه تفتكريها عملتها قبل ما تيجي تقعدي هنا؟ ايه حياتك كانت ماشيه ازاي قبل ما تيجي تقعدي هنا؟ اولا اكرت اي حاجه تساعدني ابسط ان انا طفي شغل المعمل، هو ده حياتي يعني، فاهمه ازاي؟ والريسيرش والكلام ده كده هو ده حياتي، فكنت بحلم بالرساله اخلصها، كنت بحلم باب يقف جنبي لكن ما لقيتهوش. الرساله كانت موضوعها ايه؟ في كاميروت. كاميرات علمك دي عندك طبعا بلعب معاك فلوس. بس يعني بتعتبر زي نوع من انواع الاسلحه بتبقى موجوده في الجو لكل بلد، مناسبه لكل بلد. بس انا ما يعني ما لسه ما تحطش فيها كتير عشان ما اقدر اشرح لك فيها حاجات مش ساينتفك يعني. انت خريجه جامعه اسكندريه؟ اسكندريه كليه علوم جامعه اسكندريه. فكريني كده باسامي دكاتره من اللي كانوا بيدوا لك في الكليه. زي مين مثلا؟ دكتور كمال انديل، في دكتور محمد لسه اسالها عليه. مش عايزه انسى حد، دكتور القرش محمد القرش، دكتور محمد سيد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في دراسه العلوم؟ لا هي او الكيمياء العمود دي فكرت جدا ما تخليكيش تقدر تغسلي وشك يعني، تعرفي ازاي؟ بس متعه جدا، متعتها وانت بتقعدي في المعمل، كنا بنقعد بست ساعات وخمس ساعات، بس هي حظها قليل قوي في التعيينات او في الدرجات يعني، تعرفي ازاي؟ ما بتعرفيش تتعيني على طول. لا وكمان بيحاسبك قليل يعني، انا بس في مجال التحاليل بيبقى فيه ايه؟ تضارب بينك وبين الاطباء، انت اخصائيه وانت انا باخد رخصه وانت بتاخد رخصه، بس دلوقتي الحمد لله احنا جبناها بطريقتنا الحمد لله، كل التخصصات دلوقتي بتاعتنا كل واحد بس يجيب ايه؟ البروفيشنال بتاعي يعني، متخصصي في التدرب بقى، تعرفي انا نسيت اسمي يعني، اتدربت بقى لحد ما اخدت معادله الماجستير ودخلت بقى شهاده الدكتوراه. والفتره دي نسيتي نفسك وما اتجوزتيش وما عشتيش حياتك بقى؟ لا ليه؟ لان كان عندي ماما كانت يعني تعرفي كانت متوفيه ملتزمه جدا، ما كنتش بقى مثلا مش من نوع مثلا الفسح وحاجات زي كده، دي حاجه. ثانيا بعد ما ماما توفت كنت ملتزمه جدا بدراستي يعني، تعرفي ايه؟ تعرفي لما تكوني حد غالي عليكي قوي، حتى لو انت بتعملي حاجه انت حباها وهو مش حبيبها بتعمليها عن رضا. معاكي مطالعه يا دكتوره؟ معايا الكلمات بتاعتي. وريها لي كده ممكن يا دكتوره بعد اذنك؟ خليلي النور، خليلي النور عشان اعرف. عايزه تكون سبتات؟ لا دكتور كمال انديل ده كم القوة العقلية؟ حرام يا دكتورة منى والله تقعدي القعدة دي، انت احلى واجمل وارق من القعدة اللي انت قعداها دي. بتعكسك الاستاذة هناء. لا ايه ترفع معنوياتي بس؟ لا مش بعرف برفع معنوياتك ايه، انت حد مثقف جدا ومحترم جدا. ده الكارنيه بتاعك؟ لا اسمي لا كان موجود بس مش هفرح فيه اهو، بس هو اتكسر مني. كل ده وجاي تقعدي هنا؟ مش جاي اقعد هنا برغبتي، انا بطارد ومتهان بطلع بعربيه كل ما بدخل اي مكان بيعطلوا عليا. ما ورثتيش حاجه من والدك؟ ما بقول لك حد. انا كنت في سكن، اوكي السكن ده اساسي كان بتاع دعارات، قال لي ده فيه تصوير اتصورت وانا عيان، وتفهم من فيديو كنت حاسه ان انا عيان طبعا، اتخضيت لما لقيت البيم طالع عليا اتخضيت، رحت بسرعه لبست جدا، لبست بسرعه بسرعه بسرعه، بقول لك حزقي كسيتي في الميديا، ورحت عشان اسيكي اتاري المكان ده فيه تصوير دائم، كان تصوير دعارات بياخدوه يصوروه بره شبكه، انا دخلت في الشبكه دي، انا دلوقتي بصور لحد الان وانا عريانه والله، ولحد الان انا بطلب الانترفول ليه عشان يقطع الكاميرات دي، انا دخلت في جماعه اسمها هات قاعدتي بيستمتعوا بالحاجات دي بيبيعوها بره، انا جسمي دلوقتي مش